المباشر الأستاذ عبد الرزاق صغور المحلل السياسي. صباح الخير سيدي. بداية أستاذ عبد الرزاق صغور، ما هي القراءة السياسية لرسالة الفريق أحمد قايد صالح، خاصة وأن هذه الرسالة جاءت في أعقاب جدل سياسي بعد تصريحات الرئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، والذي دعا إلى إشراك الجيش فيما أسماه الانتقال الديمقراطي؟ لا، القراءة واضحة بأنه الجيش كمؤسسة دستورية، مؤسسة جمهورية، مؤسسة شعبية، مؤسسة دورها معروف محدد دستور هي حماية الحدود، الوحدة الوطنية، دفاع عن المكاسب، عن الدستور. إذا اليوم الرد كان صريح وكان قوي وكان واضح، لأن حتى لا يجر هذه المؤسسة التي لها مهام واضحة في المستنقع السياسي وتدخل في الإطار واحد آخر اللي هي ليس من اختصاصها، وهي الفعل السياسي أو العمل السياسي اللي هو من اختصاص الأحزاب السياسية والمجتمع المدني. إذن الرد كان واضح، والرد لا أقول هو موجه مجرد إلى الداخل، هو موجه إلى الداخل والخارج، لأنه هناك أيضا نحن نعلم بأن المنظمات الدولية تنتظر مثل هذه الأفعال، وخاصة للجزائر حتى زج بها، وحتى المصطلحات استعملها قائد الأركان هي مصطلحات دقيقة جدا، لا الزج، الإقحام، المتاهات، يعني الكلمات محسوبة ومدروسة ومقروءة جيدا، حتى أنه الفاعلين السياسيين في الجزائر من الآن فصاعد قال أنه ستوب، لا دخل للمؤسسة العسكرية في شؤونها. طيب سيد عبد الرزاق صغور، في اعتقادك لماذا مع كل مقربة أي استحقاق سياسي نجد بأنه مجددا يعني يعود الجدل والحديث عن المؤسسة العسكرية ومحاولة إشراكها في عملية الانتقال الديمقراطي التي أصبحت مطلب لدى بعض الأحزاب السياسية؟ وصحيح أن المؤسسة العسكرية في الجزائر ربما هي العمود الفقري بتاع الدولة الجزائرية، نظرا لانضباطها، نظرا لموقعها، نظرا لمكانتها في الأجندة بتاع الدولة، أيضا أنه الدور بتاع المؤسسة العسكرية أكيد أنه مهم، وأنه أكيد أنه عندها دور أكيد، ولكن أنه الأحزاب السياسية تعتقد ربما هناك من أراد ربما بطريقة أخرى أن يجس حتى رد فعل المؤسسة العسكرية. الرد كان واضح بأنه لا نريد أن نكون مع جهة ضد جهة، لأنه مجرد أن المؤسسة العسكرية تدخل معناها أنها راح تحمي جهة، ومعناها تقوي جهة أو استقواء جهة على جهة، بمعنى أنه الرد الآن تاع قائد الأركان نائب وزير الدفاع أنه بكل صراحة قال بأنه الانتخابات المقبلة لن المؤسسة العسكرية، المجال مفتوح للسياسيين، المجال مفتوح لكل من تتوفر فيه الشروط الدستورية بأن يترشح، والميدان مفتوح. هذا نعتبره ضمان، لأنه حتى كمل قال بأنه لن نترك الجزائر إلا في إيد آمنة أو أمينة. هذا كلام قوي، بمعنى أنه تفضلوا الشروط واضحة، ومن أراد أن يدخل في الصراع السياسي أو في التنافس السياسي في المجال المفتوح، والمؤسسة العسكرية دورها راح يكون هو دور حماية الوطن، حماية المكتسبات، وحماية ما جزيل الشكر لك الأستاذ عبد الرزاق صغور المحلل السياسي على كل هذه التفاصيل التي قدمتها بخصوص الموضوع. مشاهدينا قبل